السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن شخص ذهب للملعب وحدث له عارض ماء. نتابع ماذا حدث له، بالتالي نتعلم بعض المفردات والملاحظات القواعدية التي تطور من لغتنا الإنجليزية. At the playground يعني في الملعب. Play ground، إذا هذا اسم نسميه compound noun، اسم مركب مكون من كلمتين، من play و ground. Ground أرض، play يلعب. Playground أصبحت ملعب. إذا playground ملعب. يكون عندنا حرف الجر قبلها نستخدم at. لا نقول in the playground، at the playground يعني في الملعب. What happened to أحمد أو أحمد at the weekend؟ إذا ماذا حدث لأحمد في نهاية الأسبوع؟ أيضا عندنا weekend، أيضا اسم مركب مكون من week أسبوع، end نهاية، weekend نهاية الأسبوع. أيضا نستخدم معها at، حرف الجر at، at the weekend، إذن في نهاية الأسبوع. لا نقول in the weekend أو on the weekend، at the weekend. ننتبه at the playground، at the weekend. عندنا الفعل نحفظه happen يحدث، happened حدث. What happened ماذا حدث؟ ممكن شخص يسأل لماذا لم نقل what did happen؟ إذن هنا نسأل عن الحدث يعني محل فاعل. إذن لا نقول what did happen أو what did أحمد happen، ماذا يحدث أحمد، هذا خطأ. إذن نحفظ هالصيغة هذه what happened، ماذا حدث. حرف الجر to يعني لي، to whom لمن، to أحمد. What happened to أحمد، what happened، ممكن غير what happened to the village، ماذا حدث القرية، what happened to the car، ماذا حدث للسيارة، وهكذا. إذا نحفظها what happened to، ماذا حدث لي. I went to the playground at the weekend. I met my friend Mary first. We went on the slide. إذن I went to، ذهبت to، إلى the playground، إلى الملعب. I went to the playground. At the weekend، في نهاية الأسبوع. لاحظ زمن الفعل went in the past، في الماضي. زمن الفعل go، I go يعني أذهب. I went، ذهبت to. إذن بديت بالماضي، يجب أن أتابع بالماضي. يعني ما معقولة أتكلم أبدأ بالماضي يعني شيء في الماضي وأتكلم في المستقبل والمضارع. إذن يكون عندنا ماضي. I met، أيضا عندنا لاحظ الفعل met الماضي من meet، meet يقابل. I met my friend Mary، إذن قابلت my friend صديقتي ماري. أذكر اسم الصديق. أيضا انتبه friend، دائما الاسم يكون مذكر ومؤنث يعني friend صديق وصديقة. لما أكتب my friend صديقي أو صديقتي بالعربي مذكر ومؤنث، بالإنجليزي خلاص الاسم هو نفسه يكون مؤنث ومذكر. أيضا بالماضي لاحظ went، met، first، لا نقول first، first كان الآر ما تنفض، first أولا. we went on the slide، إذن slide زلاجة. I went to the playground at the weekend. I met my friend Mary first. we went on the slide. we played in the tunnel to
Next, I climbed up the ladder with Mary. We raced to the top, but I slept. Tunnel النفق. To أيضا. نحفظ to إذا جاءت بنهاية الكلمة بمعنى أيضا. To أيضا جدا إذا جاءت قبلها صفة. إذا نحن نقول too hot حار جدا. Next بعد إذن I climbed. لاحظ البين ما تنطق، لا نقول climbed. Climbed إذن climbed up إذن صعدت أو تسلقت the ladder السلم. نحفظها ladder سلم. With Mary مع ماري. إذن with مع أو be. We raced. نعرف race سباق، أيضا race يتسابق. We raced بس نضيف دي تسابقنا. To the top إلى القمة. But I slept لكن انزلقت. من فعل slept ينزلق، عندما نضيف ايدي نضاعف حرف البي ونضيف ايدي slept. اذا تصبح slept الدي تلفظ تي بهذه الحالة slept. And fell وسقطت. اذا تسابقنا الى القمة لكني انزلقت وسقطت. ايضا نلاحظ played بالماضي، climbed ايضا in the past بالماضي، raced ايضا in the past بالماضي، slept اذا slept in the past بالماضي، fell ايضا بالماضي. لاحظ الفعل منتهي بايدي بيكون هذا regular verb فعل نظامي، بين الفعل fell من الفعل fall يسقط، fell سقط، اذا نسميه regular verb فعل شاذ. اذا نحول الفعل من المضارع الى الماضي، اذا كان نظامي نضيف دي او اي دي، اذا كان شاذ ممكن تغير حرف او حرفين. درسنا فيديو سابق اللي حب يرجع عليه كيف احول من الفعل من المضارع الى الماضي. We played in the tunnel too. Next I climbed up the ladder with Mary. We raced to the top but I slept and fell. I hurt my knee. My mom came to help. She asked my dad, please go home and find a plaster for Ahmed. Then we waited. I hurt أذيته my knee ركبتي. لاحظ الكي ما تلفظ، إذا جاء حرف كي بعدين إن الكي لا يلفظ، مثل كلمة نايف سكين أيضا. ني لاحظ لا نقول كني، ني ركبة. إذن I hurt my knee أذيته ركبتي. My mom came إذن أتت أمي to help للنجدة أو للمساعدة. She asked my dad إذن هي سألت والدي يعني طلبت من والدي. لاحظ الكلام هذا مقتبس من كلام الأم، لذلك نضعه بين quotation marks إذن علامات اقتباس أو علامات تنصيص. Please go home يعني من فضلك اذهب للبيت. لاحظ لا نقول go to home إذن على طول go home مباشرة. And find a plaster وأجد أو أحضر. Find plaster إذا لصقة أو ضمادة for أحمد لأحمد ومن أجل أحمد. Then we waited بعد إذن انتظرنا. إذا نحفظ plaster إذا ضماد أو لصقة، أيضا لا نقول go to home، go home مباشرة. نحفظ كلمة knee ركبة.
I hurt my knee. My mom came to help. She asked my dad, please go home and find a plaster for Ahmed. Then we waited. We waited for a long time. إذا انتظرنا لوقت طويل. إذا نحفظ a long time. Finally, أخيرا, my dad arrived. وصل والدي. إذا arrived وصل. With a plaster. إذا نحفظ كلمة plaster إذا ضمات ب ضمات for my knee لركبتي. He said قال أيضا لاحظ بعد القول علامات اقتباس. I couldn't find لم أستطع أن أجد a plaster ضمات at home لاحظ في المنزل. So لذلك I went to the shop لذلك ذهبت إلى الدكان. أيضا لاحظ waited بالماضي arrived أيضا وصل أيضا in the past بالماضي said أيضا بالماضي couldn't بالماضي can الماضي منها could الأل لا نفضها. أيضا نقول at home لا نقول at the home at home. So لذا أو لذلك I went to the shop. We waited for a long time. Finally, my dad arrived with a plaster for my knee. He said I couldn't find a plaster at home, so I went to the shop. We walked home slowly. إذا مشينا للمنزل ببطء. إذا slowly adverb ظرف. ظرف يصف حالة المشي. مثل عندنا صفة تصف الاسم مثلا عندنا a big car سيارة كبيرة. big هي adjective صفة تصف السيارة. السيارة اسم big صفة تصف السيارة. أيضا الظرف يصف الفعل. كيف مشوا أو how did they walk كيف مشوا. we walked home slowly إذا مشوا slowly ببطء. my knee is nearly better now ركبتي تقريبا أفضل الآن. look مثل انتبه للفت الانتباه يعني أنا أعرف look انظر. I'm going to the playground tomorrow. سأذهب إلى الملعب غدا. لاحظ الزمن المستمر I'm going. نعرف الزمن المستمر يحدث في هذه اللحظة لكن إذا جاء بعده ظرف يدل على المستقبل نترجمه سأذهب إلى الملعب غدا. We walked home slowly. My knee is nearly better. Now look I'm going to the playground tomorrow. بهذا الشكل انهينا درسنا هذا اليوم. تكلمنا فيه عن بعض الملاحظات القواعدية والنصائح للتحسين من لغتنا الإنجليزية. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.